لأنه عم شوف أنت أيضا عم تراقب الأمور من بعيد، عم تراقب الشخص شو عم بيساوي، ما هي اختياراته. يعني دائما عم تراقب الشخص من بعيد، دائما بتشوف إنه أنت بجوز بتشك بهالشخص كتير، أو مش كتير بتوثق فيه، في عندك مخاوف داخلية تجاه نوايا هالشخص واختياراته، ودائما بتحس انه في طرف ثالث، انه في امرأة اخرى او رجل اخر، لانه باغلب الكروت انت دائما بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا اخر، أو بتكشف تواصل مع شخص آخر، فأنت دائما وكأنك تكبس عليه بالجرم المشهور، يعني أمامك بيكون. ولكن أغلب الأشياء اللي بتحسها، عم شوف طاقة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أيضا، لأنه هي طاقته بالأول والأخير، فهو أيضا بيحس بيشك وبيحس إنه أنت معك شخص آخر، وهو أيضا بيحب يترقب من بعيد. ولكن عم شوف الشخص اللي أنت عم تتعامل معه شخص أغلب حكيه صادق، ما بيحب القيل والقال، لأنه Ace of Swords يعني شخص دغري بالحكي، شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي. هنا تمبرنس، شخص عم يبحث عن الشفاء الداخلي. عم شوف بالماضي، بالماضي هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو انخدع فيها وانجرح فيها، مشان هيك أيضا شخص بيشك كتير، أو شخص دائما بيكون مترقب أو متأهب ودائما خائف من شيء معين. خلينا نشوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان. sexual art، عم شوف أنت عم تحس بانجذاب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه، وعم شوفك بالمستقبل أيضا مش رح تحكي، يعني رح تخلي أغلب آرائك، أغلب معتقداتك، يعني في جوا داخل نفسك، عم شوفك رح تكون منطوي أكتر على نفسك، رح تتأمل في العلاقة من بعيد، رح تحاول تفهم العلاقة من بعيد. توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي، عم شوف كان أفضل من الوقت الحالي بالمستقبل، لأني عم شوفك منطوي على نفسك. ممكن أنت انجرحت من هالشخص، أو جرحك الوضع إنه هو معه أشخاص أخرى، أو ممكن عم تحس إنه في أشخاص أخرى بالصورة، فهالإشي خلاك تنطوي على حالك من جوا. ولكن عم شوف بالمستقبل أنت بدك بدايات جديدة، إنه عم شوف عندك Ace of Cups أيضا، فأنت بتطمح إلى بدايات جديدة مع هالشخص، بنيتك أنت بدك تكون مع هالشخص، أو بدك على الأقل الأمور تتصلح بينك وهالشخص وتكون في بينكم بداية جديدة. The Hermit card، هالكرت طلع عندك مرتين، هالكرت نفس هالكرت، فعم شوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك. أيضا The Moon card، أيضا Nine of Swords، برج السرطان، طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم. The Moon card بتحكي عن الأسرار أو عن الأشياء المخباية،
عن الأشياء اللي ما بتحكي، عن الوجه المظلم للأمور أو الوجه الآخر للأمور. عم شوفك معذب كتير بأفكارك الداخلية، فعم تفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبين هالشخص أو بهالشخص، عم تفكر كتير، وأغلب الأفكار أفكار سلبية للأسف، مخاوف داخلية، ومش عم تحكي فيها. يعني The Moon Card أغلب الأشياء اللي عم تحسها عم تخليها لحالك، وأنا عم شوف إنه هالشخص عنده Ace of Swords، يعني هالشخص بالتواصل معك أو بالحكي معك شخص كتير منفتح، يعني شخص اللي بيحس فيه بيحكي لإلك على طول، ولكن أنت كتير كتوم، شخص كتير كتوم. ف ممكن تكون أنت عم تحكم على هالشخص، لأنه أنا عم شوف إنه هو صادق معك بالحكي، أو إذا سألته عن إشي عم شوف إنه هو عنده، يعني ما بيحب القيل والقال، يعني بيعطيك الجواب من الآخر، فما عم شوف إنه الشخص بيكذب عليك، ولكن أنت طاقتك كتير غامضة يا برج السرطان، يعني كتير كتوم، بتطلق أحكام على هالشخص أو بتتخيل السيناريوهات أو إشي في يعني في راسك، عم تتخيل إشي مش عم بتصير، مش عم تحكي فيها لهالشخص. خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل. هالشخص بخطواته المستقبلية عم يحس إنه هو اللي عم يحط مجهود أكتر بالعلاقة، عم شوف إنه هو بيحس إنه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك، دائما هو اللي حركته مستمرة تجاهك، دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره ومدى عواطفه تجاهك، على عكسك أنت، أنت كتير غامض وكتير كتوم. حتى إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص، ما عم شوفك مش عم تبين لهالشخص نهائيا. وهو أيضا the chariot card، عنده the chariot card تتبع برجك أنت السرطان، فالشخص عم يفكر فيك كتير، يعني حتى بخطوته القادمة أو خطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير. أيضا Ace of Pentacles، Ace of Pentacles بتحكي عن بدايات، ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة معك يستثمر فيها أو يحط مجهود فيها. ممكن إذا أنت وهالشخص بعيدين عن بعض، ممكن هالشخص يبذل مجهود في إنه يلتقي فيك، مجهود مادي من نوع ما لحتى يوصل إليك أو يتقرب منك، ممكن يكون فيه سفر لحتى يشوفك أيضا، لأنه هل هيدا عندك أنت Ace of Cups، يعني أنت الاستثمار اللي عندك أو أنت الإشي اللي عم تفكر فيه عاطفي أكتر، هو الإشي اللي عم يفكر فيه أو الخطوة اللي راح يقوم فيها مادية أكتر، راح يكون فيها نوع من المادة أكتر. أيضا عم شوف في كتير passion تجاه الشخص، يعني من ناحيتك Wheel of Fortune، Two of Cups بيعتبرك soulmate. أنا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك، الأوراق في المستقبلية لهالشخص تجاهك كتير إيجابية، فهو بيشوفك soulmate. ممكن البعض منكم أيضا يكون في ارتباط، إذا أنتوا أصدقاء رح يصير جدية في العلاقة، ارتباط بالعلاقة، إذا أنتوا في علاقة
يعني رح يصير في تطور خطوة بزواج، لأنه استثمار مادي عندك هون، في تقدم، في حركة تجاه الشخص، هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص. أيضا كارما، هالشخص بده يكون عم بشوف أغلب الأوراق إيجابية معك، بده يكون منصف معك، لأنه هالشخص بيآمن كتير بالكارما، أو بيآمن كتير بفكرة إنه الإشي اللي بتحطه بيرجع لإلك، فهو عم شوف إنه عم يحاول على قدر المستطاع إنه ينصف الوضع اللي بينكم، أو ينصف العلاقة اللي بينكم، أو يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك، لأنه هو بده هالإشي. هو بصراحة مش عاجبه إنه أنت شخص كتير كتوم هون بمون، لأنه هو بيشوف إنه كتير منفتح تجاهك، يعني بيحكي لك، سألته بيحكي لك على طول شو هو، بيعطيك زبدة الأمور يعني، بس أنت كتير غامض، كتير كتوم. بالنسبة لطاقتكم المشتركة take your mask off أو your masks، فأنتوا الاثنين بتوقع بالغالبية برج السرطان بحكم الأوراق اللي طلعت عندك، أنت لابس قناع، أو حتى أنتوا الاثنين لابسين قناع، مش عم تبينوا مشاعركم الحقيقية تجاه بعض. أنت عم تبث صورة معينة، وهالشخص أيضا عم يبث صورة معينة. في عندكم صراع على السلطة، في أيضا اشتياق كتير للأشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض، في عندكم عم تحس باشتياق بطاقتكم المستقبلية، رح تشتاقوا لبعض، مشتاقين لبعض، لبعض اللي مش عم يحكي مع بعض. عندك عروض حب أيضا بالمستقبل مع هالشخص، عم شوف انه في حدا رح، في عندك عرض حب من هالشخص، عم شوف هو اللي رح يقوم بخطوة تجاهك. انت بخطواتك المستقبلية ما عم شوف انه انت طريقك يعني اللي رح تاخده رح يكون طريقك لحالك، بس هو عم شوف، عم يفكر بالتزام، عم يفكر بارتباط تجاهك، فهالشخص عم شوفه هو اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك. The shadow side، طبيعة العلاقة بينكم عم تظهر، عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص، عم تخليك تواجه the shadow side تبعك. أيضا لهالشخص يعني العلاقة بينكم ممكن أيضا تكونوا twin flames أو توأم شعلة، إحنا بنحكي عنها، ممكن تكونوا توأم شعلة، بمعنى إنه أنتوا كأنكم مرايات لبعض، أنت اللي بتحس فيه هالشخص automatically على طول بيحس فيه، فأنتوا طاقتكم مرايات لبعض، parallel، مواجهة لبعض. ففي عندكم عم طبيعة العلاقة هاي عم تطلع فيك the shadow side، عم تطلع فيه أيضا the shadow side، عم تجبرك التواصل بينك وبين هالشخص، عم يجبرك انه تتعامل مع مخاوفك الداخلية، تجبركم انه تتعاملوا مع مخاوفكم الداخلية، ومخاوف انه في الطرف منكم عم يحاول يوفق بين شغلتين، بين عمل وبين هالعلاقة، عم يحاول انه يوفق بين شيئين، وفي طرف آخر عم يحاول إنه يتخذ قرار، في شخص متردد. أنا بتوقع
انه انت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة او بخصوص هالشخص، يعني انت اللي متناقض وصعب عليك انه تاخذ قرار. هل الخطوة المستقبلية بينكم، طبيعة العلاقة اللي بينكم راح تجبرك انك تتعامل مع امور انت كنت عم تحاول تتهرب منها او عم تحاول انه ما تواجهها، اشي صعبة فيك لانه انتو التواصل اللي بينكم تواصل توأم الشعرة بيكون تواصل صعب عادة. أيضا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن يعني، فمشان هيك ممكن يكون بعض الأمور صعبة عليكم. انتو بتطلعوا من بعض لأنكم بتعاكسوا بعض، يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة. هذا هو طبيعة الكونكشن مع توأم الشعلة، بيكون مؤلم، بيكون صعب انك تطلع اللي جواك، يعني يصير في تطهير للعلاقة، يصير في تطهير لحتى لروحك for your soul بطريقة مؤلمة. فأنا بتوقع إنه إذا في لبعض مواليد برج السرطان بالمستقبل، إذا في أشياء أنت عم تكتم فيها، مش عم تحكي فيها، عم تخبيها، شخص كتير كتوم برج السرطان هون، رح تجبرك هالعلاقة وهالتواصل، رح يجبرك إنه أنت تتعامل وتتصرف مع الأمور اللي عم تتجنب إنك تواجهها. ولكن عم شوف حبيبك أو الشريك عم يفكر إنه يقوم بخطوة جدية تجاهك، لأنه عم شوف إنه أغلب أوراقه أو أوراق التزام وارتباط. أوكي حبايبي برج ال